صباح الخيرات للجميع عن جديد. مرة تانية رجعنا لكم ببث مباشر لنكفي معكم مشوارنا الصباحي اللي متعودين عليه بكل يوم سبت، منطلع عليكم بحلقة جديدة من انتي أدهى. حلقتنا لليوم هي بدعم من الجي اتش ار، صحفيون من أجل حقوق الإنسان. خلال متابعتنا للحملات بشكل دائم وخاصة خلال شهر أكتوبر الوردي، شهر التوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر لحماية صحتنا وأنفسنا، لاحظنا أنه من ضمن خطط العلاج التي يفترض أنه تترافق مع خطة العلاج الكيماوي والإشعاعي، يفترض ببعض الحالات أنه تكون هناك خطة علاج فيزيائي وأيضا نفسي. رح نحكي عن أهميته أيضا في الساعة الثانية من حلقتنا. لكن العلاج الفيزيائي قديش هو ضروري في حالات سرطان الثدي، وإهماله أو أخذ العلاج الخاطئ كيف من الممكن أنه هو يأثر سلبا على خطة العلاج؟ تفاصيل كتير رح نحكي فيها مع الدكتور علي حسن. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور علي بحلقتنا لليوم من أنت أتى. يا أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك وأوقاتك يا دكتور علي. بدي أذكر كمان لكل حدا حابب يسأل أو يستفسر فيما يخص موضوع العلاج الفيزيائي بساعتنا الأولى رح نحكي، وبالساعة الثانية عن العلاج النفسي على 0993502538 وعلى من داخل تركيا، وعلى الرقم 0850447765 وعبر سكايب rosana.gzt. أيضا فيكن تتواصلوا معنا وتطرحوا كل أسئلتكم واستفساراتكم. بداية دكتور علي، يعني هل هناك حالات معينة اليوم هي بحاجة علاج فيزيائي للنساء المصابات بسرطان الثدي عفوا، وحالات من الممكن أن هي ما تحتاج للعلاج الفيزيائي، أو كل الحالات هي بحاجة لهذا النوع من العلاج أنه يترافق؟ هلا بداية، تدخل العلاج الفيزيائي مع النساء المصابات بسرطان الثدي عادة بيكون بعد إجراء العمل الجراحي، بعد الاستئصال. ما شرط الكل يحتاج لجلسات علاج فيزيائي، لكن الكل لازم ياخذوا استشارة ولو لمرة واحدة من أخصائي العلاج الفيزيائي. فالضروري يعني كمان نحن عم نمشي بخطة العلاج يكون هذا الأمر واضح للجميع، لكل النساء. كمان هون بدي أسأل، يعني بحالات قليلة جدا قد يصاب النساء والرجال عفوا بسرطان الثدي، هل هو يعني كمان من الممكن أن يحتاج إلى العلاج الفيزيائي أو لا هاي الحالة تنطبقت فقط على النساء وفي حالات الاستئصال؟ لا لا، نفس الإجراءات اللي تطبق على النساء تطبق على الرجال. فهي الحالة يعني تنطبق على الجميع في حال كان في هذا النوع من الجراحة. كمان يعني الدكتور علي بدي أسأل، شو هي الأجزاء في الجسم اللي قد تتأثر بشكل سلبي وبتستوجب العلاج الفيزيائي اليوم بعد الجراحة وفي حالات إهمالها؟ عادة بيصير في عنا 3 أعراض رئيسية بيتدخل مع العلاج الفيزيائي بعد الاستئصال. العرض الأهم هو الألم، نتيجة بتعرفي أثناء الاستئصال ممكن تتأذى بعض الأعصاب، رح يصير في عند السيدة ألم. النقطة الثانية هي نتيجة الألم ممكن يصير في عنا تحدد بحركة الكتف، تحدد بحركة الذراع بطرف الاستئصال، يعني بالجهة اللي صار فيها الاستئصال. وثالث شغلة هي نتيجة استئصال بعد العقد اللمفية ممكن يصير في عنا الوزمة اللمفية أو اللمفاوية. فالعلاج الفيزيائي بيتدخل بهالأشياء الثلاثة. فيعني اليوم كمان يعني التدخل الجراحي، هل هو أنواع؟ يعني هل يختلف تجريف الغدد اللمفاوية عفوا عن موضوع استئصال الثدي، أو لا هو شيء يعني ذاته يحدث في كل العمليات الجراحية؟ إذا بتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع دكتور علي. هلا هي قصة مختلفة، يعني ما شرط يكون دائما استئصال كامل، ممكن يكون استئصال نصفي أو جزئي. فحسب العمل الجراحي اللي صار للسيدة بتطلع الأعراض. طبعا كل ما كانت العمل الجراحي أكبر، كل ما نحن راح نتوقع أعراض أسوأ بعد العمل الجراحي. يعني شو المقصود كل ما كان العمل الجراحي أكبر؟ يعني كل ما كان الاستئصال أكبر، نعم، يعني الاستئصال الكلي أو الفرق بين الاستئصال الكلي والجزئي تقصد فيه؟
فيعني هنا بيتطلب التدخل كمان أيضا بخطة العلاج الفيزيائي. كمان إذا بنشرح أكثر دكتور علي عن أهمية ودور العلاج الفيزيائي بخطة علاج النساء المصابات بسرطان الثدي. طبعا بعد العمل الجراحي كثير يعني خلينا نقول نسبة كبيرة الأغلب حوالي 90% رح يعانوا من آلام، وهي الآلام رح تخليهم ما يعرفوا يحركوا الذراع، فالعلاج الفيزيائي رح يخلصهم من هاي الآلام ورح يحافظ على المدى الحركي للكتف. هذا الشيء رح يخلي السيدة تحسن ترجع لحياتها اليومية بشكل أفضل وبشكل أسرع، وكمان إنه دور كبير بتخفيف الوزمة اللمفاوية اللي راح تنتج نتيجة استئصال بعض العقد اللمفية. فكمان شكل الذراع الغير محبز بنلاقي إنه الذراع شوي صارت كتير كبيرة. هالأعراض ثلاثة مثل ما قلت نحن إذا تدخلنا كعلاج فيزيائي وخففنا منهم، هذا الشيء بيخلي السيدة ترجع لنشاطاتها اليومية بشكل أسرع وبشكل أفضل، وبالتالي هذا الشيء راح يأثر على نفسيتها بشكل إيجابي. قد ايه ممكن تمتد فترة الوزمة دكتور علي اللي حكيت عنها، يعني اللي ممكن تصاب فيها النساء، وهل هي فعلا ممكن ما تزول أو في حال لم يكن هناك تدخل بالعلاج الفيزيائي؟ طبعا ما في عنا قاعدة بخصوص هاي القصة، هي بتختلف مثل ما قلت حسب نوع العمل الجراحي، حسب نحن قد ايه صار في عنا أذية بالغضب. وطبعا التأخر بالعلاج الفيزيائي بيأخر من شفاء الوزمة، لكن ما في وقت محدد. يعني دائما نحن يعني ضروري ننوه انه قد يكون في للاسف ما في وعي اتجاه هذا الموضوع، او يعني بيقتصر العلاج هو على العلاج الكيميائي والاشعاعي، وما بنكون متنبهين لاهميه انه يكون في فعلا خطه علاج اخرى بتترافق هي وخطه العلاج الطبيعي او العلاج الفيزيائي مع خطه العلاج الكيميائي. تورم الذراع دكتور علي اللي بيحدث نتيجة هذا الاستئصال والغدد اللمفاوية تحت القبض، كيف رح يأثر على حركة النساء؟ يعني اليوم قد ايه رح تمتد هاي الجلسات؟ قد ايه رح تحتاج النساء عدد جلسات؟ كيف رح تكون هذا النوع من الجلسات؟ يعني هل رح يكون مؤلم؟ حتى كمان نطمن كل النساء اليوم اللي عم تسمعنا. بداية رح يصير في عنا إحنا خلينا نقول دورة لمفاوية غير طبيعية، هذا الشيء ممكن يخلي حجم الذراع ضعفين أو ثلاث أضعاف في بعض الأحيان للذراع السليمة الطرف المقابل. طبعا لما يكون عندي حجم الذراع كبير هذا الشيء بيعمل ألم، هذا الشيء بيعمل تحدد حركة. نحن عن طريق بعض التكنيكات المتبعة بالعلاج الفيزيائي بنحسن نحافظ بداية إنه هذه الوزمة ما تزيد، وبعدين بنحسن نخليها تخف. أما بالنسبة للألم فجلسات العلاج الفيزيائي دائما ما فيها ألم، نحن ناخذ عتبة الألم للمريضة بعين الاعتبار وعلى موجبها بنشتغل. يعني ذكرت الدورة اللمفاوية الغير منتظمة او غير رح يصير فيها غير، شو المقصود يعني شو اللي رح يصير؟ شو الأعراض اللي اليوم رح تشوفها النساء على جسدها؟ لما يصير احنا في عنا شيء اسمه دوره دمويه، في عنا شيء اسمه دوره لمفاويه. هاي الدوره اللمفاويه لها كثير دور بالجهاز المناعي، لها كثير دور بتصريف الفضلات اللي بتطلع من الخلايا. فلما نحن نقطع لها طريقه ممكن تتجمع ببعض المناطق، هاي المناطق بتجمع فيها نحن بنسميها وزمه لمفاويه، بتصير كثير ضخمه. فنحن راح نساعدها انه تحسن تتصرف، تحسن تروح من هذا المكان، ما تعمل لي تجمع بهالمنطقه. طبعا هذا الشيء ممكن ياخذ معنا وقت. قد ايه ممكن تمتد هذا النوع من الجلسات؟ يعني اليوم نحن عم نحكي عن شيء بالجسد لغينا يعني كنا مضطرين انه نلغي دوره او مهمته كيف بيقوم فيها بالشكل الطبيعي، وعم نحاول نحول المسار لاتجاه اخر او نحاول نكون بمكان اخر بالجسد نساعده. فقد ايه هاي الخطه بتحتاج يعني وقت؟ وشو كمان يعني ممكن يفترض ننبه عليه النساء مع خطة العلاج الفيزيائي هي تكون حريصة للانتباه عليه؟ هلا بداية كوقت قلت لك ما كتير نحسن نعطي وقت، لأنه كل سيدة هي حالة خاصة، يعني تختلف كتير بالأمور حسب كانت قوتها العضلية السابقة حسب عمرها. لكن أنت بتحب تاخذي مثل معدل وسطي، خلينا نقول بين 9 إلى 12 جلسة ممكن
يكون لهم تأثير، لكن قد يكون في حالات تحتاج أكثر، قد تكون في حالات تحتاج أقل، لكن بشكل وسط بين 9 إلى 12 جلسة. طبعا الجلسات لحالهم غير كافية، نحن رح نعطي تعليمات للسيدة كيف تأخذ وضعيات صحيحة، شو التمارين المنزلية اللي لازم تقوم فيها، هذا الشيء كله مع بعضه ممكن يحسننا من الحالة. يعني كمان هون بدي روح لأحدى السيدات اللي هي شاركتنا قصتها أثناء أعداد الحلقة، عم تقول تم استئصال الغدد اللمفاوية، خبرني الدكتور عن بعض التمارين اللي فيني أعملها بالبيت، بس للأسف أنا لحد الآن عندي حالة تيبس بالكتف اللي عم يتأثر على حركة الذراع، هل بينفع التدخل العلاج الفيزيائي اليوم بعد عام وحتى لو كان متأخر؟ لا طبعا احنا كل ما بلشنا بالجلسات العلاج الفيزيائي بشكل مبكر كل ما كان افضل، لكن دائما ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي ابدا. صحيح. اذا لسه في عندها مشكله طبعا تراجع اقرب مركز علاج فيزيائي لها. يعني كمان اذا بنحكي شوي عن تيبس الكتف، كيف رح تكون اعراضه، كيف رح شو اللي الشيء اللي بتشعر فيه السيده اليوم وقت اللي نحن بنجهل انه لازم يكون في تدخل علاج فيزيائي، فما رح نربط الموضوع انه هذا الموضوع مرتبط بحاجه العلاج، فشو الاعراض اليوم اذا بنحكي عنها اللي رح تظهر على النساء في حال تيبس الكتف؟ يمكن هو الاسم بيشرح حاله، ولكن فعلا نحن بحاجة شرح طبي من حضرتك دكتور علي حتى يعني ننبه النساء اليوم إذا حسيتي بهي الأعراض عندك ضروري أنك أنت تروحي وتكشفي وتخضعي لعلاج طبيعي. هلا المقصود بالتيبس هو تحدد الحركة، يعني حركة الكتف ما رح تكون كاملة. طبعا هلا لما تطلع المريضة من العمل الجراحي رح يكون في عندها جرح، فغالبا نحن بهالفترة ما بنحرك، بنستنى لحتى الجرح يطيب، لكن بعد ما يطيب الجرح فورا لازم نبدأ بالحركة. في حال هو شو بيصيب؟ في عندها ألم، فلأنه هي خايفة إنه تتألم بتبطل تتحرك، فهذا الشيء مع الوقت بيخليها إنه يصير في عندها نقص بالمدى الحركي تبع الكتف. فالتيبس مقصود فيه هو تحدد الحركة. طبعا أي سيدة يعني عم تحس حالها إنه بلشت تعاني من تحدد حركة كتفها بطلت تحسن ترفعه بشكل جيد، فورا لازم تخضع لجلسات علاج فيزيائي. كيف بتميز اليوم انه هذا اللي عم يصير في هو تحدد في الحركه وليس نتيجه الالم من الخروج من العمل الجراحي؟ قلت لك لما يطيب الجرح، يعني في حال عن طاب الجرح، يعني هل في مده زمنيه دكتور؟ يعني يفترض مثلا بعد شهر انت ما يكون في هاي الاعراض، او بعد شهرين قد ايه يعني؟ هلا عاده بعد اسبوع اليوم السابع لازم تكون حركه كتف موجوده. بعد أسبوع يعني يكفي المدة أنه تكون أسبوع لحتى نقدر أنه نقيم أنه اليوم الألم ليس من العمل الجراحي وإنما هو في شيء آخر؟ لا الألم راح يكون من العمل الجراحي، هي فكرة الألم راح يكون موجود لأنه صار في عنا عمل جراحي، لكن السيدة ما راح تحرك كتفها خوفا من الألم. لكن في شيء اسمه الألم المحمول، غالبا بالأسبوع السابع تحسن تحرك كتفها بضمن ألم هي قادره تتحمله. كمان يعني أنا بدي أرجع لسؤال السيدة اللي سألت اليوم بعد عام هل هي بتقدر ترجع يكون في تدخل، قلت إنه في أمل، ولكن هل هذا الشيء يعني بيحملنا عبء زائد فيما يخص هذا الموضوع أو النساء المصابات فيما يخص رحلة العلاج الفيزيائي، وخاصة يعني نحن عم نحكي عن رحلة علاج على أصعد مختلفة، يعني أصعدة مختلفة عفوا، العلاج الكيميائي، الإشعاع، المخاوف اللي هي اصلا النساء بتكون عم تشعر فيها، موضوع تساقط الشعر، موضوع الالم، اللي بتكون عم تعيش حاله نفسيه من الممكن تكون ببعض الاحيان كمان عم تعاني كتير بشكل كتير كبير. هلا طبعا لما تجي متاخره اكيد انه ما رح نتوقع انه الشفاء يكون بنفس المده الزمنيه في حال اجتنا بشكل مبكر. لكن مثل ما قلت قبل شوي، لما تجي وتشوف حالها انه الألم بلش شوي شوي يخف، بلشت تحسن تحرك كتفها، بلشت تحسن تلبس اغراضها، بلشت تحسن تقوم بالنشاطات اليوميه بشكل طبيعي، هذا الشيء راح ياثر على نفسيتها بشكل ايجابي، هذا الشيء راح يخليها تصير اقوى. كمان دكتور يعني كمان التلقي هذا النوع من العلاج
مو أي حدا بيقدر يعطينا هاي الجلسات مثل ما حكينا مسبقا أنا وحضر أنت أنا وأنت، فمو أي حدا بيقدر يعطي هذا النوع من العلاج الفيزيائي في شيء مختص. فاليوم النساء وقت اللي بدها تبحث عن حدا مختص أو طبيب أو معالج فيزيائي مختص، عن شو يفترض أنه هي تبحث في اختصاصه لحتى تعرف أنه هي عم تأخذ خطة العلاج الصحيحة وليس بشكل عشوائي؟ للأسف بمجال العلاج الفيزيائي حكينا كثير أنه للأسف في عنا كثير مشعوذين ودجلة متطفلين على المهنة. للأسف بسمع كثير أحياناً نتيجة لما يصير مثلاً في عنا أزمة لنفوية بيروح عند أشخاص غير مختصين فبيعملوا لهم مساج بطريقة خاطئة، هذا الشيء يعني حتى مو بس ما راح يفيدهم، هذا الشيء ممكن يأذيهم يكبر من هاي الوزمة، لأنه اللي راح يعمل المساج تبع الوزمة اللمفاوية أو يعطي التمارين بشكل صحيح هو راح يكون أخصائي. فبنتمنى بس تحري إنه هل هالشخص اللي نحن رايحين لعنده هل بيحمل شهادة أو هو متطفل على المهنة. كمان إذا بنحكي عن يعني كمان نحن ما بدنا نخوف النساء، ولكن كمان مهم يعرفوا شو الآثار السلبية اللي من الممكن إنه تنتج في حال لجأوا لشخص غير مختص أو غير مخاضع لتدريبات بهذا الأمر. القصة مو قصة تخويف، القصة قصة توعية. يعني تماما. نحن لما نروح عند حدا غير مختص فأكيد ما رح نستنى منه نتيجة جيدة. ولكن قصدي يعني شو الأعراض اللي ممكن أنه اليوم تظهر على الجسد كمان نحن ننبه إلى اليوم وقت اللي بتشوفي هذه الأعراض فأنت عم تتلقي العلاج الخاطئ. هلا ما في الأعراض هي أنه عدم زوال الأعراض، نحن أنه في عنا ثلاثة أعراض: الألم، الوزمة، التحدد الحركي. في حال ما بتحس حالها عم تستفيد فهي أكيد عم تعمل علاج غير مجدي. فيعني فيما يخص موضوع العلاج الفيزيائي في حال ما استفدتي يعني يفترض التنبه، لأنه اليوم في شيء خاطئ أنت عم تخضعي له. ختاما دكتور علي حابة يعني نرجع نأكد، متى ينصح ببدء خطة العلاج الفيزيائي في حال يعني التدخل الجراحي؟ بعد متى من انتهاء العمل الجراحي يفترض يكون في تدخل علاج طبيعي؟ هلا عادة بعد ما تطلع السيدة من العمل الجراحي باليوم الثاني بشوفها أخصائي علاج فيزيائي بالمشفى، بيعطيها بعض النصائح لحتى تتخذ بعض الوضعيات وبعض التمارين. مثل ما أنها هي الاستشارة ضرورية للكل، لكن لاحقا في حال بلشت تحس أنه الألم ما عم بيخف عندها أو بلشت تحس أنه الوزمة عم تكبر أو صار في عنا تحدد بالحركة، هذاك الوقت فورا لازم تلجأ لجلسات علاج فيزيائي. لكن في حال التزمت بالاستشارة اللي أعطاها إياها أخصائي علاج فيزيائي حتى إذا طلعت هاي الأعراض رح تطلع بشكل خفيف. فبنتمنى كمان السلامة والصحة للجميع وتبقوا دائما بألف خير، ولكن ضروري دائما أنه نحن نكون واعيين لخطط العلاج اللي نحن عم نخضع لها، نسأل وما غلط أنه نستشير أكثر من مختص أو أكثر من طبيب في حال كان عندنا بعض الشكوك والمخاوف. دكتور علي شكرا لحضورك معنا لليوم وللمعلومات المهمة اللي شاركتنا هي بحلقتنا لليوم من انتي أدها، كل الشكر لحضورك. الشكر لكم. بس حابب اقول شغله انه احنا بالنسبه للسيدات يعني انتم فيكم تعملوا فحص مبكر كرمال ما توصلوا اصلا لهي المرحله اللي فيها للاسف مشوار طويل من العلاج، ونتمنى الشفاء للكل. أكيد دائما موضوع الكشف المبكر هو على رأس الأولويات، كل ما كشفنا أبكر عن هذا الموضوع بيكون عنا فرص وارتفاع نسب النجاة بشكل أكبر بكتير. كل الشكر لحضورك معنا اليوم أستاذ دكتور علي. أهلا وسهلا، شكرا لكم.
خلونا نسمع مع بعض قصة إحدى النساء اللي خاضت التجربة مع العلاج الفيزيائي أيضا، ونرجع لحتى نكفي بمحاورنا وتفاصيل مهمة مع الاختصاصي النفسي في الساعة الثانية. ابقوا معنا ما تروحوا لبعيد. أنا انصبت بمرض سرطان الثدي من 4 سنين ورحت تعالجت بالشام. عرضت حالي للخطر، كون الطريق صعب كتير والعلاج هونيكي كويس بس الطريق صعب لحتى أحسن أخذ العلاج. أخذت 8 جرع قسموا ليهن على قسمين، 4 جرع قبل العملية و4 بعد العملية. بعد ما خلصت 8 جرع عملت 17 جلسة علاج فيزيائي. بعد هالسبعتاشر جلسة طبت الحمد لله من المرض خالص، ما ضل فيه شيء تقريبا لمدة سنة. ورحت بعد سنة رجع لي المرض ورحت على تركيا لأتعالج. رحت لأتعالج صار لي دور، رحت لأتعالج ما صار لي دور، وهلق رجعت على عفرين وقاعدة بدون علاج وعندي أولاد وعطول عم بحسب فيهن وبفكر وما لي أضرروا على الشام لأنها بتكلف كتير، بتكلف بلاية مصاري لأرجع أتعالج. وهلق عم بستني فرج الله حتى هيك الله من عنده يفرج علي، لأنه والله صار صعب كتير علي المرض وعم بتوجع وعم بفكر بأولادي كتير. مثل ما شاركتنا هي القصة إحدى النساء، يعني آخر جملة كانت عم تقول إنه لا زالت هي عم تشعر بالألم وعودة المرض لها، وأهم شيء إنه هي أيضا عم الشغل الشاغل إلى إنه هي عم تفكر لا زالت بأبنائها. الحالة النفسية قد إيه هي مهمة في خطة العلاج. لحد الآن بيعتبر كتير من الناس إن العلاج النفسي أو الدعم النفسي هو رفاهية أو كذبة، علما إنه الآثار النفسية السلبية بموجب العديد من الدراسات والأبحاث بتأكد أنه الأثر النفسي بينعكس على الجسد وبيسبب آلام كبيرة في حال ما ترافق العلاج الدوائي مع خطة علاج نفسي، مع الحالات طبعا اللي بتطلب هذا النوع من التدخل. الإصابة بسرطان الثدي ومخاوف النساء من عملية تساقط الشعر بسبب العلاج الكيميائي، وفي حال اضطرت السيدة للخضوع لعملية استئصال الثدي، هاي المخاوف بتكون كتير عم تدور برأس النساء، عم تفكر فيها بشكل سلبي، عم تأثر عليها وعلى خطة العلاج اللي هي عم تخضع لها. تفاصيل كتير رح نحكي فيها مع السيد سامر سيد علي، المنسق التقني للصحة النفسية في منظمة سامز. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ سامر. سلام عليكم، كل عافية وشكرا جزيلا. والحقيقة يعني قصة مؤلمة، ويعني بشكرك على تسليط الضوء على هذا الجانب الهام لمرضى سرطان الثدي. شكرا لحضورك معنا لليوم أستاذ سامر. كل هاي الإجراءات بتتطلب الكثير من الجرأة وحب الذات والحصول على العلاج أصلا والاقتناع بأنه نحن بحاجة علاج، ورح نسمع بعد شوي كمان قصة لأحدى النساء كتير نحن بحاجة أنه نحن بداية نتعلم كيف ندعم أنفسنا، والكثير الكثير من الثقة فيها ومن قبل والحصول على الدعم من قبل الشريك أيضا، لأنه هو بيكون المحور الأساسي بالتفكير في حق، وخاصة في عملية استئصال الثدي وفي عملية تساقط الشعر. العائلة فيما بعد الشريك، رح نحكي عن هاي كل التفاصيل. اللي بيحب أكيد يشاركنا ويطرح أسئلة أو استفسارات كيف ندعم أنفسنا، كيف ندعم اللي حوالينا، على 0993252380 و0850447565. أكيد فيكم تتواصلوا معنا وتطرحوا كل أسئلتكم. بداية أستاذ سابر، يعني حابة أسألك، السيدة اللي بتكون مصابة بسرطان الثدي بأي مرحلة من مراحل العلاج أو خطة العلاج اللي هي عم تمشي فيها لازم يترافق علاجها بجلسات دعم نفسي؟ وهل يعني كل النساء بتحتاج أو لا؟ قد لا، يعني قد في بعض النساء لا تحتاج لها العلاج النفسي. تمام
هلا بداية خلينا نقول انه لما بنحكي عن مراحل تطور المرض او المراحل اللي بتمر فيها السيدة المصابة او التي تم تشخيصها على انه مصابة بسرطان الثدي، بكل هذه المراحل اللي بتمر فيها هذه السيدة هي بحاجة لشكل من اشكال الدعم النفسي، ولكن تتفاوت خلينا نقول درجات حاجة هاي السيدة للتدخل أو للدعم النفسي. هلأ بإحدى الدراسات اللي صارت عن هذا الموضوع أثبتت أنه حوالي 50% من السيدات المصابات بسرطان الثدي بيتطور عندهم درجة من الاكتئاب أو القلق. طبعا انا احب احكي بدايه، لما بنحكي عن سرطان الثدي كثير مهم نذكر شيء متعلق بالكشف المبكر، لانه انا بعتبره هو الخط الاول حتى في الدعم النفسي الاجتماعي، لانه الكشف المبكر هو برنامج بيساعد على الحد من تفاقم المرض، بيساعد ايضا على انه العلاجات اللي راح تصير لاحقا تكون خلينا نقول الطف بكثير، وبالتالي قد لا نحتاج الى عمل جراحي، قد لا نحتاج ايضا الى علاج كيميائي. وبالتالي الخط الاول لاي دعم نفسي اجتماعي انا يعني بنصح فيه هو انه الاستمرار او الدخول في برامج الكشف المبكر. الحقيقة سامز عملت عمل مهم جدا بهذا الجانب من فترة قريبة، نحن أصدرنا يعني زملائنا بالقسم الاستشاري أصدروا دليل الإرشادي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأدخلت سامز هاي الخدمة أيضا في سوريا. أيضا أنا أتوجه لهذه السيدة اللي تحدثت منذ قليل، نحن في عنا وحدة علاج الأورام في إدلب، فهي ممكن أيضا تروح وتحصل على الخدمة هناك، فهي أيضا هاي مناسبة أنه نحن نخبرها بهاي الخدمة أنها موجودة. نعم أكيد. هلأ لما بنحكي عن المراحل، تفضل أستاذ سامي. لما بنحكي عن مراحل المرض، مجرد أنه السيدة تم تشخيص المرض لديها وهذا يعتبر شكل من أشكال الصدمة. مثل ما بتعرفوا وبعضكم يمكن بيعرف أنه الصدمة بتمر بعدة مراحل، هاي المراحل بيكون فيها إنكار، فيها دخول أيضا بمرحلة من المساومة، بعد اكتئاب، بعد مرحلة تقبل. فبكل هذه المراحل بيكون هاي المرأة بحاجة لوجود أشخاص داعمين حولها، ليس بالمعنى أنه يعني يكون فقط من خلال مقدمي خدمة مختصين بهذا المجال، ولكن أيضا من خلال الأسرة والأصدقاء والشريك بشكل أساسي. يعني كمان اليوم يعني أنا أول شيء بدي أقول شكرا لصديقتنا هبة اللي هي عم تشاركنا حالتها. كمان هبة بنتمنى لك دائما الصحة والسلامة. هبة عم تقول أنا عندي سرطان غدد لمفاوية. اليوم كمان بدي أقول هل بيختلف التعاطي النفسي أو الأثر النفسي بين اليوم إذا هي مصابة بسرطان الثدي أو سرطان الغدد اللمفاوية، الأثر النفسي اللي عليها؟ وهبة عم تقول أنا قفزت من الإنكار للقبول، كيف طبعا مع دعم نفسي جميل من أسرتي وعائلتي. شكرا على يعني مشاركة التجربة الإيجابية يا هبة، ونتمنى إذا في عندك أي استفسار أو أي سؤال أنت حابة تطرحيه أكيد نحن جاهزين لحتى نجاوب عنه. تفضل أستاذ سامر، هل بيختلف نوع السرطان وأثره النفسي بيرتبط على هنا كنساء؟ أكيد أكيد لازم يكون في اختلاف، خاصة لما أنت ذكرتي من شوي قديش في ارتباط ما بين يعني الثدي مثلا بالنسبة للمرأة هو يعني شكل أو رمز من رموز الأنوثة يعني. وبالتالي
أي إصابة فيه ممكن يكون في إلى أثر أكثر وطأة على السيدة من أنه يكون الإصابة فقط مثلا بالغدد اللمفاوية، وبالتالي التعامل مع المرض بصير يمكن أقل شدة من سرطان الثدي. فيعني كمان هذا الموضوع، ولكن كتير مهم انه اليوم يعني شو هي المؤشرات. اليوم هبة يعني شاركتنا تجربة كتير حلوة انه هي حصلت على الدعم النفسي الجميل من أسرتها وعائلتها، ولكن في بعض الأحيان نحن يعني بمثل هاي الحالات قد نشعر بانه نحن بحاجة تدخل مختص. هل في علامات او مؤشرات نقول فيها اذا اليوم هون لا يعني صرنا بحالة بحاجة تدخل مختص وليس فقط الحصول على حالة الدعم من قبل العائلة؟ تماما. نحن حكينا انه ممكن انه 50% من هدول النساء يتطور عندهم شكل من اشكال الاضطراب، اما اكتئاب او قلق او حتى ممكن يكون شكل من اشكال يعني تطور الاضطراب ما بعد الصدمه. بهاي الحالات بتظهر عند السيدة مجموعة من الأعراض اللي ممكن تكون مؤثرة على حياتها بشكل كتير كبير، مؤثرة على الواجبات الوظائف اللي هي لازم تقوم فيها، وبالتالي مع وجود هاي الأعراض مثل العزلة الشديدة، ممكن الحزن والانعزال، مثل أيضا ممكن الانفعالية الشديدة، الغضب، نوبات الغضب الانفجارية، كل هاي الأعراض اللي ممكن نحن إذا لاحظنا وجودها ممكن نفكر بأنه نستفيد من خدمة تخصصية. يعني كمان هبة عم تسأل سؤال مهم جدا، شكرا لك يا هبة. عم تقول أنا حابة أعرف إذا أنا ممكن كشخص مصاب بالسرطان كيف فيني أدعم أصدقائي ومن أي نوع من أنواع السرطان. يعني اليوم هي حابة تقدم الدعم، شكرا من القلب، كيف بتقدر هي تقدم هذا النوع من الدعم له كل مين من حوله إذا كان في هذا النوع من الإصابة على اختلاف أنواع السرطان؟ سؤال كتير مهم ولفتة رائعة من هبة، لأنه دائما الأشخاص اللي بيمروا بتجربة ما وبيكونوا عم بيقدموا الدعم بصراحة بيعملوا تأثير أقوى من أنه أنا كمختص أنا ما عشت التجربة. ممكن الكلام اللي أنا راح أحكيه أوكي هو طالع من شخص مختص، ولكن قد لا يحمل نفس المصداقية، قد لا يتضمن عناصر متعلقة بالتجربة الشخصية. تجربة يعني تجربة نجاح في تخطي المرض مثل تجربة هبة بتكون كتير مفيدة، لأنه بتخلق نوع من الأمل عند الأشخاص الآخرين، وبالتالي ممكن هدول الأشخاص اللي مثل هبة أنه يعملوا دور كتير مهم في دعم الآخرين اللي عندهم إصابات، اللي هن يمكن بالمراحل المبكرة من المرض وهن بحاجة لأشخاص يدلون يمكن كيف هن يتعاملوا، كيف يكون في عندهم نوع من التعامل مع المشاعر، مع الأفكار اللي هن عم بيعيشوا فيها. فيعني كمان كتير مهم نعرف هاي النقاط ونعرف كيف نقدم هاي. هل في إطار معين تقدم من خلاله هاي القصص الإيجابية أو التجربة بشكل إيجابي أو لا؟ اليوم نحن ونحن عم نحكي عن تجربة النجاح إن شاء الله والنجاة للجميع، بتكون لحالة كفيلة بأنها تقدم الدعم. تمام. هلأ هون في فكرة كتير مهمة، نحن بالدعم النفسي الاجتماعي أو حتى بمستوى العلاج في عنا شيء اسمه الدعم ضمن المجموعات أو العلاج الجماعي. ضمن هاي المجموعات عادة نحن بنحاول أنه نأخذ مجموعة من الأشخاص اللي عندهم مشكلة مشتركة، لنأخذ يعني مثل المثال اللي نحن هلأ عم نحكي عنه هو سيدات مصابات بسرطان الثدي،
وبالتالي بيتم تشكيل هذه المجموعه، وهي المجموعه بتلتقى، بصير في عندها جلسات مشتركه بانتظام معين، مثلا كل اسبوع جلسه. ضمن هاي الجلسات بيبدا يصير في نوع من تبادل الخبرات، بيصير في نوع من التعاطف ايضا، بيدعم تحسين جوده العلاقات الاجتماعيه. يعني مشاركه المشاعر والخبرات والتجارب هاي كلها بتعمل اثر كثير ايجابي، وانا بصراحه من انصار هذا النوع من التدخل بهيك حالات، لانه بصراحه بيقدم لنا بنيه، خلينا نسميها بنيه متكاملة، بتقدم معظم عناصر الدعم النفسي الاجتماعي ضمن مجموعة واحدة وبتكون مفيدة للغاية. يعني كثير مهم اليوم ما يكون عنا مخاوف انه اليوم اذا انوجدت هاي المجموعات او نبلش نحن كمان نفتش عنا لحتى نتواصل مع هدول النساء، نكون دائرة واحدة عم تقدم الدعم. كتير مهم انه نكون مع بعض. كمان في سؤال عم تقول، يعني قبل كمان ما يعني روح لسؤال هبة بدي اللي عم تشاركنا يا، هل يعني اليوم كمان السيدة اللي هي حابة تدعم نفسها ذاتيا مثل ما قلنا انه هي قد تشعر بانها هي عم تفقد من علامات الانوثة، وهذا الطابع الاجتماعي اللي المجتمع بيعطيها يا اليوم اذا تساقط الشعر، علما انه باجماع جميع الاطباء رح يرجع ينمو من جديد ورح يرجع يكون احسن من قبل. فاليوم كيف بتدعم نفسها ذاتيا بدون يعني او يعني قد تكون بعض النساء غير قادرة على الوصول لمختص نفسي، انا كمصابة كيف بدعم نفسي ذاتيا، شو ادواتي اللي لازم ركز عليها؟ تمام. طبعا انا بشوف انه الدعم الذاتي هو، خلينا نقول، هو اخر الحلول التي نلجأ لها. انا حتى الدعم الذاتي ربما يحتاج الى بعض المهارات اللي هي بحاجه اصلا انه هي تتدرب عليها من خلال شخص اخر يقدم لها، على الاقل يقدم لها يعني كيف هي تمارس او تتعلم بعض المهارات اللي هي بتساعدها على انه هي تتعامل مع المشاكل الخاصه فيها. ولكن بالعموم انا يعني لما بنحكي عن الدعم الذاتي انا كثير بركز على جانب كثير مهم. السيده اللي اصيبت بهذا المرض هي سيدي بحاجه لانه تعيش، تعبر عفوا عن المشاعر اللي هي عم تشعر فيها. هي بحاجه ل مساحة، خلينا نقول، آمنة لتكون حرة في التعبير عن هاي المشاعر. وهي أيضا بحاجة لتقول أنا الآن في موقف أشعر به بالضعف، أنا أحتاج الآخرين ليقفوا بجانبي يعني. فالدعم الذاتي أولا هي ممكن تشكله من خلال محافظتها على شبكة من العلاقات الاجتماعية، وخاصة مع الأشخاص اللي هي بتثق فيهم وفي درجة عالية من المودة بيناتهم، من أفراد الأسرة. العلاقة مع الشريك هي علاقة محورية جدا بهذا النوع من النوع من المرض، وأيضا أنه هي دائما تحافظ على شكل من أشكال الأنشطة أو خلينا نقول الأشياء اللي كانت تسبب لها نوع من الارتياح أو السعادة. المواظبة أيضا على جانب روحاني، ربما من خلال طقوس العبادة قد يكون لها أثر كتير كبير. الجانب الإيماني معروف أنه هو ممكن يكون له جانب داعم قوي جدا. فكل هاي المكونات هي لو حافظت عليها واستطاعت أنه هي تنشئ هاي الشبكة، يكون في عندها مساحة لأنه في أشخاص يسمعوا لها، تعبر عن مشاعرها، تنفهم مشاعرها بشكل جيد، هذا كله يساعدها على أنه هي تعمل نوع من أنواع الرعاية الذاتية.
واجبنا كيف أنه نخلق للنساء هذا النوع من المساحة الآمنة. نحن كمان كمسؤولين ومعنيين ومقربين من هي السيدة رح نحكي عنه كمان، والعلاقة مع الشريك، هل يفترض أنه نحن ننبه الشريك وسط هي الدوامة اللي بتكون النساء عم تعيش فيها، هل نحن يفترض ننبه الشريك أنه انتبه أنا هون بحاجة دعمك أو بحاجة أنك أنت تكون قريب، أو لا هو يفترض تكون يعني هل بتفقد قيمة هاي القصة، أو يفترض يكون هو شيء مبادرة فردية؟ كل هاي التفاصيل رح نحكي عنا أستاذ سامر، ولكن اسمحوا لي أنه نروح لفاصل إعلاني صغير ونرجع لنكفي. عم تسمعوا إعلاناتكن على 98.5 FM على روزانا. لكل من يرغب بمنزل مستقل في أجمل مناطق غازي عنتاب شهير غوستيري، للبيع منزل من طابقين مكون من 3 شقق، مجموع مساحتهم 440 متر مربع، وهي فرصة رائعة لكل من يحب العيش في منزل مستقل. للاستفسار والحصول على استثمار جيد اتصل على الرقم 00905550032888. اللوبي للاستثمار والعقارات بالتعاون مع راديو روزانا. مرحبا جارتنا، كأنه تغير عليه صوت ماكينة الكبة. لك لأنه هذا البلندر. ودخلك عشو البلندر كل يوم الصبح كمان؟ الصبح بعمل كوكتيل حليب وموز وعسل لكل العيلة ليبدا نهارهم بنشاط، بعدها بخلط الشوربة للغدا. بتعرفي جوزي بيحب الغدا على أصوله، وغير هيك بطحن بهاراتي شوي شوي لتحافظ على طعمتها. أكيد بعدها بتشتغل ماكينة الكبة. موصلو متوفرة في جميع المتاجر. إعلاناتكم على راديو روزانا الاتصال بالرقم 0555-00-32-888. رجعنا لكم لحتى نحكي عن أهمية الدعم الذاتي، كيف منخلق للنساء المساحة الآمنة لحتى تفضفض وتحكي هاي مسؤوليتنا نحن كأشخاص مقربين من نساء قد يكونوا أصيبوا بسرطان الثدي أو أنواع أخرى حتى من السرطان، لحتى ندعمهم، وأيضا العلاقة مع الشريك. شكرا هبة لكل التفاصيل والتجارب والتجربة الخاصة اللي عم تشاركينا فيها من خلال التعليقات. وأنا حابة أقول لكل مين عم يسمعنا، أكيد كمان نحن دائما بحاجة الدعم قد ما كنا إيجابيين. كمان بدي روح معكم لحتى نسمع قصة أحدى النساء اللي هي شاركتنا تجربتها، ومن بعدها نرجع لحتى نكفي بحوارنا مع الأستاذ سامر ونعلق على كل التعليقات والاستفسارات اللي معنا بالحلقة. أبوه تفاجأت أني كنت مريضة سرطان بالثدي، واستأصلت الثدي طبعا، وكان ما له اي تاثير علي، بالعكس كانت نفسيتي كثير جيده وممتازه. ونصحني الدكتور اني اخذ علاج كيميائي، مع اني كنت رافضه لان كنت مقتنعه انه ما معي سرطان، ولكن تحت اصرار الطبيب رحت اخذت علاج كيماوي 5 جرعة، وكانت كثير نفسيتي ممتازه اني اروح واخذ الجرعه وما تاثرت ابدا ابدا. بعد 5 جرعة قطعت العلاج،
ورجعت لعند الطبيب مرة ثانية لأتأكد إنه هل إنه في بقايا للسرطان أو في سرطان أو إنه ما في. فالحمد لله بعد التحاليل والصور والأشعة إنه طلع إنه مش في ما في سرطان خالص الحمد لله. وكان بكفي إنه نفسيتي كانت جيدة وماني محتاجة إنه لا جرع ثاني. والحمد لله الآن أنا بصحة جيدة وما في يعني ما لقيت صعوبات لا في العلاج وما لقيت أي صعوبة في أي شيء والحمد لله هلا أنا بصحة جيدة. كتير مهم ندعم بعض وكتير مهم إنه نحن مثل ما قال أستاذ سامر نشارك التفاصيل حتى التفاصيل الإيجابية مثل قصة هاي السيدة مشكورة وإن شاء الله دائما بتبقى بصحة وعافية اللي شاركتنا تجربتها الإيجابية إن هي خضعت لأكيد هناك ألم بخطة العلاج ولكن هي كانت قد التحدي وكانت قد وخاضت التجربة خاصة بعد ما هي كانت رافضة إنه هي تقبل إنه هي مصابة بسرطان الثدي. بدي يعني ارجع اخذ تعليقك على القصة استاذ سامر ونرجع لأسئلتنا اللي خبرتك عنها قبل الفاصل. تمام انا اسف للانقطاع ولا يهمك. طيب هلا تعليقا على السيدة اللي تحدثت من شوي اذا دققنا بالكلام اللي حكته هي ذكرت فعلا مرحلة الانكار اللي هي مرت فيها بمرحلة ما وضروري نفهم كتير مهم نفهم إنه هاي المراحل اللي نحن عم نحكي عنها مرحلة الإنكار والغضب وهي مراحل خلينا نقول مراحل من أجل الوصول إلى درجة من التكيف يعني لها وظيفة يعني هاي المراحل لها وظيفة تساعد هذا الشخص بأنه هو عم بيدخل خلينا نقول تجربة جديدة بحياته مختلفة عن ما سبق وهي حدث صادم وبالتالي من أجل أنه يوصل لمرحلة من التكيف أو بالنتيجة النهائية أنه يصير عنده نوع من التقبل هو بحاجة لأنه يمر بهذه المراحل. فأنا لاحظت من خلال كلامها أنه هي تحدثت عن مرحلة إنكار ولكنها بالنهاية خضعت للعلاج واستمرت فيه وبالنهاية وصلت لمرحلة من تقبل ما حدث لها وهذا شوي ساعدها بأنه هي تتعامل مع حياتها الجديدة بشكل أو تتقبل الوضع الجديد بشكل أفضل. ويعني هي دعمت نفسها ذاتيا وتخطت الألم ويعني حتى أداء اليوم كمان التعافي النفسي بيساعدنا على التعافي الجسدي. تمام. طبعا في علاقة كتير وثيقة ما بين الجانب النفسي والجانب الجسدي. هي بتروح باتجاه عدة محاور. نحن بنعرف انه التوتر والضغوطات النفسية بشكل عام هي بتسبب نوع من افراز بعض الهرمونات في الجسم. هاي الهرمونات بتلعب دور رئيسي في التأثير على جهاز المناعة وبالتالي كل ما كنا بعيدين عن التوتر النفسي كل ما كان جهاز المناعة لدينا بأجسامنا عم يتعامل بشكل أفضل مع المشكلات الجسدية خلينا نقول أو الأمراض اللي ممكن نحن نتعرض لها. فالصحة النفسية هي الحقيقة أحد العوامل الرئيسية بأنه نحن نستمر بصحة جسدية أفضل وكل ما تأثرنا نفسيا وكل ما زاد التوتر كل ما زاد عنا المشكلات النفسية كل ما كنا جسدنا أكثر عرضة لأشكال متنوعة من الأمراض. فأكيد في علاقة كتير وثيقة وبالتالي كتير مهم أن نحن نحافظ على درجة جيدة من التوازن النفسي من الصحة النفسية. نحاول دائما لما نتعرض للضغوط وهذا طبيعي كلياتنا نتعرض للضغوط أنه نحاول ما استطعنا أنه نلاقي الوسائل والأساليب اللي بتساعدنا أنه نخفف من هاي الضغوط بأي شكل. رح نرجع لسؤالنا كيف منخلق كمان يعني اليوم مساحة آمنة للنساء
وهذا شيء مسؤولية مجتمعية، بيبدأ من الدائرة الضيقة من الشريك وبينتقل حتى تتوسع هاي الدوائر بشكل متتالي. كيف نحن منخلق منساعد لخلق هاي المساحة لحتى تكون نساء آمنة وتحكي وتفضفض؟ مثل ما يعني بدي كمان أرجع روح لتجربتي اللي عم تشاركنا على البث المباشر، عم تقول من تجربتي الدعم الذاتي كان أول شيء وآخر شيء، وقفتي بصلابتي وإيماني العميق أنه هذا اختبار رباني وإيماني. تاني شيء وقبل كل الناس حماتة، أو رح أقول عنا أمي، سمحت لي بالتعبير مو بس هيك، واتسع حضنة لبكائي وضعفي. عمي أبو زوجي حرصه الدائم على دعمي وأنه يطلعني مشاوير وطلعات خاصة لنفسيتي، ويتمشى معي زوجي اللي ما تركني أبدا. الألم بخف لما تشوفي حضن وأهلي كلهم بعاد عني، ورغم هيك المؤازرة عن بعد رائعة جدا، طلع أولادي ومستقبلي وكلياتي وكليتي اللي أنا مسجلة فيهم، فلذلك رح حارب وانتصر. وأكيد أنت بإذن الله بأد هذا التحدي يا هبة، ورح يعني تنجي من هذا المرض وتكوني دائما بخير وصحة وعافية. لا يعني حابة اسمع منك أستاذ سامر. تمام. كتير كتير مثال جميل، لأنه هي حكت هبة أنه الدعم الذات اللي هي عملته الحقيقة كان متعلق بالأشخاص القريبين منها، بحماتها، بعمها، أيضا بالشريك. هي أعطتنا أمثلة لثلاث أشخاص موجودين معها يمكن بالمنزل أو هني قريبين منها، كيف كل واحد فيهم كان عم يعمل دور ما عم يساهم بدرجة كبيرة بأنه هي يكون عندها مساحة لأنه تعبر، تحكي عن مشاعرها، تحكي عن آلامها، تشاركهم حتى التفاصيل، أنه يكون عندها حتى مساحة للبكاء لأنه هي بحاجة لهذه المساحة. البكاء دون اللوم، لأنه أحيانا بهاي الظروف ممكن السيدة إذا يعني أظهرت بعض الضعف ممكن الآخرين يلوموها، أنه لا لازم تكوني قوية، لازم أنت تتحملي، لازم تستمر بقوية. لا، هي بحاجة لأنه بمرحلة من المراحل تعبر عن هاي المشاعر، أن تبكي، أن يكون لها هذا الشخص اللي بيستوعب أو خلينا نقول بيتقبل كل هاي المشاعر الموجودة عندها. أيضا عمة أو زوجة كيف كانوا عبي يساهموا بشكل أو بآخر بأنه هي يحطوها بأجواء معينة، العلاقة بأنه هي تطلع مشوار أو تغير جو أو يكسروا خلينا نقول حلقة العزلة اللي ممكن هي كانت توقع فيها لو هدول الأشخاص ما كانوا موجودين حواليها. فهذا كتير مثال مهم لنحكي عن قديش الأسرة وقديش الشريك لهم أدوار مهمة في عملية الدعم الذاتي اللي عم نحكي عنها. أكيد الشخص نفسه من خلال مفاهيم الإيمانية اللي هي ذكرتها، التسليم بقضية أو بمسألة أنه هذا قضاء من الله وأنه هي رح تتعامل معه بهذا المفهوم، هذا كتير كمان بيساعد الإنسان على أنه يتعامل مع الموضوع بقيم روحية نوعا ما بتعزز إيمانه وبتعزز أمله وبتعزز ثقته بالشفاء. فالمثال كتير مهم، كتير أنا سعيد كتير بمشاركة لهبة لأنه الحقيقة ساعدتنا أنه نعطي صورة عن كيف ممكن يكون هذا الدعم. ويعني فعلا هي التجربة أو بهي الأدوات تعمم لكل مين عم يسمعنا اليوم، رجال ونساء. كنتوا عم بمحيطكم في حدا عم يتعرض عم يعيش هي التجربة، فأنتوا يعني يفترض أنه تحملوا جزء من المسؤولية، نحن مسؤولين لحتى نكون كمان شركاء بهاي المرحلة اللي عم تعيشها السيدة. كمان بدي نروح للشق الآخر من حلقتنا لليوم أستاذ سامر. من أكبر مخاوف النساء أيضا هي أنه خسارتها لعلامات الأنوثة، مثل ما هي بتعتبر يعني بعض النساء ما رح نعمم، مثل تساقط الشعر. خلينا أولا نحكي عن هذا التحدي، وهل
في خطوات اليوم نعلمها للنساء؟ وخاصة بإحدى حلقاتنا السابقة كان في تجارب نساء كانت هي يعني تسابق هذا الموضوع، وقت اللي هي معروف انه رح بس بدأت خطة العلاج الكيميائي رح يكون في تساقط للشعر، فهي تبدأ بالحلاقة سلفا او بس بدأ بالتساقط تنهي هاي العملية بإيدها. فكتير مهم نحن نعرف كيف ندعم أنفسنا ذاتيا بهاي المراحل الحساسة اللي النساء بتكون قد تتشكل فيها أكبر مخاوف. تمام. الموضوع بصراحة ما نو سهل، خلينا نكون واقعيين. يعني فقدان بالنسبة للمرأة الشعر هو أحد عناوين أيضا أنوثتها، أحد عناوين جمالها، وبالتالي فقدانه حتى لو كان بشكل مؤقت، وإن كانت هي بتعرف إنه هي بعدين ممكن تستعيده وراح يعني ينبت مرة أخرى، ولكن الأمر ليس بالأمر السهل. هلأ نوع يعني أنت ذكرت شيء له علاقة نوع من التهيئة، خلينا نقول نوع من التحضير النفسي، أنه أنا بدي مر بمرحلة ما، بهاي المرحلة أنا رح أفقد هذا الجانب بحياتي، أو يعني أفقد هذا الشعر اللي أنا كنت على علاقة مستمرة معه كامرأة. فيبدو الأمر فيه صعوبة. نرجع مرة أخرى أنه بنحكي قديش مهم دعم الأشخاص المقربين، قديش مهم أنه هي تتعامل مع مفهوم أنه ما يأثر على الصورة اللي موجودة بذهنها عن صورة الجسد. عادة كل واحد فينا في عنده نوع من التصور عن الصورة الجسدية لألو، الهوية الجسدية خلينا نقول، وبتعرفوا انه هذا الموضوع ممكن يكون بنشوفه بعدة اشياء، مثلا وخاصة ربما عند النساء بيهتموا بهذا الجانب. فاذا ما وصلت لمرحلة انه هي تعمل نوع من الاضطراب الصورة الذاتية عن الجسد، فهذا الامر ممكن تخطيه بصراحة بسهولة اكبر. ولكن اذا بلش يأثر على هاي الصورة، على مفاهيم الأنوثي لديها، مفاهيم الأدوار الاجتماعية تبعها، فهون ربما بصير الأثر أكبر. لذلك كتير مهم أنه هي ما تحاول ما استطاعت، ومن خلال حتى الشريك والأسرة، أنه هي ما تعمل هذا الربط ما بين فقدانها لمسان للشعر وما بين الأدوار الأخرى اللي هي بتقوم فيها بحياتها. من حابة أسأل هون، ذكرت نقطة مهمة أستاذ سامر، أعراض اضطراب صورة الجسد اللي نحن بنكون رسمينا عن حالنا، شو هي الأعراض اللي نحن لازم نتنبه إلى كمان اليوم حتى نقول لا أنا بحاجة مختص أو أنا بحاجة مساعدة؟ تمام. صورة الجسد غالبا هي مرتبطة بتقبل الذات. لما الشخص ببلش بيصير عنده خلل أو اضطراب بصورة الجسد، وبتبلش هاي الصورة يعني بتصير هي محور تفكيره وتصبح فكرة مريحة بشكل أساسي وبشكل كبير، وبتبلش بتأثر على تقبل الذات لديه، بمعنى أنه لما بيصير هذا الأثر على تقبل الذات، بيصير هو حساس لأي كلمة، لأي فعل، لأي سلوك، لأي نظرة. وهون بتبلش تظهر عنا مؤشرات، وكأن الشخص فعلا بلش يصير في عنده تغير يعني أو يدخل بشكل من أشكال اضطراب الصورة. لذلك بهاي المرحلة أو لما بيوصل الموضوع لأنه يبلش يعمل هذا الأثر الكبير على الانفعالات، يعني بيصير نحن من الضروري أنه نعمل نوع من التدخل النفسي. عدا عن ذلك، فتقبل الذات اللي هو مرتبط بهاي الصورة أيضا ممكن يؤدي فينا ل يعني أعراض اكتئابية. لما منلاحظ في أعراض اكتئابية بعد هذا التغير في التصورات عن صورة الجسد، ممكن كمان يكون هذا انذار أو خلينا نقول مؤشرات على أهمية التدخل النفسي التخصصي. يعني كمان في هون نقطة أستاذ سامر، الاهتمام والدعم
كثير بنسمع هاي الجملة، لا يطلب وبيفقد قيمته في حال طلبنا. من الممكن فعلا بدوامة الصدمة اللي بتكون فيها، من الممكن السيدة المصابة والعائلة والشريك ما نتنبه لسلوكياتنا اللي نحاول نقدم فيها الدعم للسيدة المصابة، اللي هي بتكون مخاوفة بدأت تكون بشكل كتير مضطرب، بشكل كتير قوي، كتير مؤلم لها. فاليوم كمان يعني إذا منحكي عن موضوع الاهتمام والدعم، نحن هل مؤذي إلنا أنه نحن نطلبه كنساء أو لا؟ يعني نراعي إنه ممكن تكون هاي حالة الدوامة، الجميع هو فيها، الجميع فيه عم يشعر بهذا النوع من عدم الاستقرار، الشريك، العائلة، الأبناء، السيدة. فكيف نطلب بحب إذا كان هذا الشيء متاح وما رح يفقدنا قيمته؟ أو كيف نعلم كمان الشريك اليوم يهتم وقت لنكون بهاي المرحلة؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال، لأنه سؤال فعلا مهم جدا، وهو فعلا بيسلط الضوء على جانب ربما ما بننتبه له. أو يعني إحدى الدراسات شافت أنه نحن بمعظم الحالات مع النساء اللي عندهم إصابات بسرطان الثدي، أنه منركز اهتمامنا على المرأة بحد ذاتها وننسى أنه الشريك بحد، يعني الشريك أيضا هو بيكون عم يمر بأزمات، والأسرة أيضا. يعني الأزمة حقيقة لما تصاب هذه السيدة بهذا المرض، الأزمة تمتد لتصل لأنه الشريك الزوج يبدأ بيشعر بنوع من التأثر، ممكن يصير في عنده قلق تجاه حياة زوجته، بيصير عنده مهام ومسؤوليات إضافية على المستوى العاطفي الانفعالي، بيشعر بنوع من العجز أحيانا، أنه هو ما نقادر يعبر أو ما نقادر يفهم مشاعر الطرف الآخر. نتيجة هذا الأمر ممكن يشعر بنوع من مشاعر الذنب تجاه زوجته. وبالتالي أنا بشوف أنه لا، نحن لازم نطلب الدعم، لازم نطلب الدعم، وهو أمر ضروري أنه نطلبه. مو بس على مستوى أنه هي السيدة المصابة، حتى أنا بشوف أنه بهاي الحالات الشيء اللي بنسميه الدعم الأسري جانب مهم جدا. يعني لازم نقعد مع الزوج والزوجة معا، ممكن يكون في جلسات خاصة أو دعم خاص للزوج بالتعامل مع مشاعره، مع عواطفه. أيضا ممكن الأسرة بمجملة يكون في عندها نوع من المشكلات، خلينا نقول، وهي بحاجة لحل هاي المشكلات المرتبطة أصلا بهذا المرض اللي صاب السيدة. وبالتالي الدعم الأسري جانب مهم، وخلينا نسميه يعني بمفهوم الدعم الشامل، وليس الدعم المرتكز على فقط السيدة المصابة. كمان أستاذ سامر، من الممكن قد في بعض الحالات وخاصة مع سرطان الثدي تحتاج النساء للخضوع لعمليات جراحية لاستئصال الثدي بشكل جزئي أو كلي، وهذا الأمر أولا بيحتاج لتوعية لتدرك النساء أن ما فقدت أنوثتها بهذا التدخل الجراحي أو بسبب هاي الجراحة. وكيف يعني كيف اليوم هون بنشتغل على رفع الوعي وإنها ما تتأثر حالتها النفسية بهذا التدخل الجراحي وتؤذي نفسها؟ يعني هون كمان الأذى النفسي رح ينعكس سلبا على الجسد أيضا. نحن من شوي حكينا عن صوت الجسد واضطراب صوت الجسد، وكنا عم نحكي عن تساقط الشعر. التساقط الشعر، ولكن حقيقة لما بنحكي عن الثدي بيصير في عنا الحقيقة الأمر بيصير أكثر تعقيدا وصعوبة، صحيح، وخاصة لما بنعرف قديش بيحمل هذا الجزء من جسم المرأة رمزي، العلاقة بأنوثتها من جهة، وأيضا العلاقة حتى بأمومتها يعني كأم. الأمر رح يشكل أكيد صدمة بالنسبة لها، هي بحاجة أيضا لتمر بهاي المراحل اللي حكينا عنها، هي بحاجة لأنه تعبر عن مشاعرها. دور الشريك جدا 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 حساس بهاي اللحظة، لأنه هي بيش عندها مخاوف وقلق، يعني من جهة مخاوف تجاه
صورتها بذهن زوجة، يعني كيف الزوج الآن ينظر لها، هل فقدت شيء من قيمتها بالنسبة له. أيضا على مفهوم الذاتي، عن مفهوم الذاتي عن الجسد والصورة اللي بتكونها عن جسدها، هذا كمان يعني عامل ليس بالأمر السهل. الحقيقة خلينا نكون واقعيين، يفترض أنه هي تمر بهالمراحل، تعبر قدر المستطاع عن هاي المشاعر، تحكيها ونبدأ معها بمناقشة الأفكار. أنا ما فيني إجي إقناعها بأنه لا أنت ما فقدت أنوثتك بمجرد أنه إلا أنت لم تفقدي الأنوثة. لا، هذا الحوار لازم يكون مبني، خلينا نقول على يعني جدل فيه من المنطق وفيه من العاطفة أيضا، وفيه من خلينا نقول أنه لما بناخذ يعني التاريخ الكامل لهذه المرأة، هي بمرحلة ما كانت طفلة يعني مثلا على سبيل المثال، وكانت تعيش حياة مثلا فيها شيء من الجماليات، فيها شيء من الأشياء الجميلة إلى آخره. وبرجع أقول دور الشريك هنا له أثر كتير كبير، لأنه هي تتعامل مع أو تتكيف وتتقبل هذا الوضع الجديد المرتبط بهذا الفقدان. هلأ ببعض الحالات النساء قد تسعى لتعمل عمل تجميلي إذا كان هذا الأمر متاح، أنا بشجع له لأنه هذا ممكن يساعدها كثير، وإذا لم يكن متاح فمفهوم التقبل هو المفهوم الأساسي اللي نشتغل عليه، أنه هي كيف تتقبل هذا الأمر، كيف تركز على جوانب أخرى بأنوثتها، ليس فقط على مستوى الحياة العامة. الأنوثة مرتبطة بمفاهيم متنوعة ومتعددة، ليست على المستوى الجسدي فقط، في إلى مفاهيم كثير ممكن نحكي فيها وممكن ندعم هاي المرأة من خلال هاي المفاهيم. فيعني هذا الأمر متاح، ولكن هو بحاجة إلى جهد يبذله ويتم بذله من قبل سواء كان السيد المصاب أو الشريك أو يعني كل مين عم يعيش أو يشارك تفاصيل هاي التجربة اللي عم تمرق فيها النساء. كمان هبة عم تقول أنا إضافة بسيطة فقط لكلام الدكتور، العلاج الكيميائي اسمه ABVD وهو علاج رعتين، وأول خبر أخبرني فيه الطبيب أنه ممكن أني أفقد قدرتي على الإنجاب تماما، هذا نوع أيضا من أنواع فقدان الحالة الأنثوية أيضا. كمان هي الحالة الرهاب، وخاصة من الممكن تكون السيدة لم تنجب بعد أو لم تتزوج بعد، فأيضا هون كيف منهدي فعلا حالة هذا الرهاب اللي من الممكن تدخل فيه، أو هذا الصراع النفسي اللي بتعيشه النساء. هو الحمد لله انه من حسن الحظ انه يعني معظم الحالات يعني بيجي بشكل متاخر، ولكن يعني بحالات النساء اللي ما عندهم انجاب يعني يبدو الامر يعني اكثر صعوبه بكثير لهي المراه اللي هي اصلا ما انجبت، ما عندها اطفال، ما قامت بمرحله من مراحل حياتها بهذا الدور الأنثوي الأمومي إلى آخره. في حال كانت هي ميالة لإله أنه هي تخوض يعني تجربة الأمومة. يعني فهذا ممكن كمان يعمل خلينا نقول عامل إضافي، من يعني نحن بنحكي عن هاي العوامل بنسميها عوامل خطورة على جانب الصحة النفسية، فبتصير عوامل خطورة أكثر تعقيدا بصراحة، وبتصير تحتاج لتدخل أكبر، بصير مرحلة الوصول للتقبل يعني بتحتاج لزمن أطول. فيعني الأمر برجع بقول الأمر ليس بهذه البساطة، ما هو سهل كتير، ولكن في كتير من السيدات الحقيقة بيوصلوا لمرحلة من التقبل الجيدة، بيصير في عندهم ما نسميه نمو ما بعد الصدمة، يعني بعد هاي الصدمة بيصير في عندهم اتجاه آخر نحو أشياء جديدة بحياتهم، بيصير في عندهم نمو. ممكن تبدأ هاي السيدة أحيانا بأشياء جديدة بحياتها لم تكن موجودة سابقا، وتحقق نجاحات على أصعدة متعددة. فهي الأمور ممكن أيضا الدفع باتجاهها، نركز على نقاط قوة هاي المرأة، وين نقاط قوتها، وين هي قادرة على أنه تعمل شيء مميز، وين هي ممكن تكتسب نوع جديد خلينا نسميه من التقبل الذات واحترام الذات. فهي كل العوامل ممكن تكون لها دور أساسي في تحسين
تقبلا للوضع الجديد والتعامل معه بشكل أفضل. يعني إن شاء الله نكون قدرنا هيك نقدم مجموعة متكاملة من خطوات الدعم النفسي، سواء كان على الصعيد الذاتي الدعم النفسي الذاتي وأيضا على مستوى العائلة. حابة شوي نروح بختام حلقتنا أستاذ سامر لنحكي عن الخدمات المقدمة من قبل مركز سامز في تركيا للسوريين، وين بتتركز مراكزكم، شو هي الخدمات اللي بتتقدم، وأيضا نحن قمنا من خلال التعليقات بإرفاق البيان لهذا الأمر أماكن توزع المراكز وأرقام التواصل، ولكن حابين نحكي عن الخدمات أكثر مع حضرتك أستاذ سامر. تمام، شكرا جزيلا. نحن طبعا عندنا ثلاث مراكز حاليا متعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، وأيضا يوجد مركز للعلاج الفيزيائي. هلأ بغازي عنتاب في عندنا مركز الصحة النفسية بالشارشة، ومتواجد في طبيب نفسي، معالج نفسي، وداعمين نفسيين اجتماعيين، ونحن بنستقبل كل أو معظم الحالات، خلينا نقول اللي عندها مشاكل واضطرابات نفسية. وطبعا الطبيب حتى في عنده بيقدم خدمة العلاج الدوائي المجاني، وأيضا ممكن يكون في عنا توفير لخدمة التنقلات للأشخاص البعيدين عن المركز. أيضا بعنتاب في عنا مركز العلاج الفيزيائي اللي هو موجود بمنطقة الإمك. في كلس أيضا يوجد مركز خدمات العلاج النفسي، الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بكلس، وأيضا يتوفر فيه الطبيب النفسي والمعالج النفسي، ويتم استقبال معظم الحالات اللي هي بحاجة لهاي الخدمات. طبعا بالإضافة لهاي الخدمات نحن بنقدم خدمات الإحالة للخدمات الأخرى، إن كانت في مجال الحماية القانونية أو خدمات صحية في بعض الأحيان. المركز الثالث هو بالتعاون مع جمعية خذ بيدي في اسطنبول. المركز متخصص بشكل أساسي بتقديم العلاج لأطفال التوحد من خلال طبعا برنامج طويل الأمد باعتماد منهج التحليل السلوكي وتعليم أو تعليم الأطفال مهارات سلوكية موزعة طبعا ضمن برنامج معين. وأيضا هذا المركز يقدم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والإحالة إلى الخدمات الأخرى. مستقبلا بالقريب يعني إن شاء الله رح يكون في مركز آخر بإسطنبول، رح يكون كمان للخدمات الصحة النفسية والعلاج الفيزيائي إن شاء الله. يعني نتمنى هيك نكون قدرنا نوصل يعني كل أماكن المراكز وتوزعها والخدمات اللي بتقدمها مراكز سامس، سواء كان في عنتاب أو كلس أو اسطنبول، لكل مين عم يسمعنا ويتابعنا. أنا قبل ما أختم مع حضرتك أستاذ سامر، في معنا سؤال واحد من أحدى الصديقات اللي وصلنا على الواتساب، عم تقول كيف بقدم الدعم بدون ما أشعر للي مقابلي من السيدات أني أنا عم أشعر بشعور الشفقة، أو بالمقابل كمان من الممكن نحن بوسط الاضطراب النفسي اللي عم نعيشه نحن نشعر أنه اللي عم يقدم لنا هاي المشاعر هي شفقة وليس الدعم. جميل، سؤال كتير مهم. يعني موضوع الشفقة أنا بشوفه موضوع صدق، بصراحة صدق وعلاقة. يعني أنا قبل ما أظهر التعاطف مع هذا الشخص لازم كتير أوضح له قديش أنا شخص قادر أن يكون قريب منه، يشعر فعلا بأنه أنا شخص بحبه، وبالتالي لما بعبر عن أي شعور وبكون صادق بهذا الشعور هو رح يتقبله على أنه يتعاطف وليس شفقة. طريقة أو أسلوب التعبير، الاستماع بشكل جيد، أنه أكثر ما نحكي نسمع، أكثر ما نقيم ونطلق أحكام، نكون عم نتفهم لهي المشاعر اللي بيحكيها الشخص اللي أمامنا، هاي كلها بتساعد على أنه نكون عم نتعاطف أكثر ما عم نعطف. طبعا التعاطف إذا نحكي شوي باللغة العربية فيه تاء الاستطاعة، إذا سميناها تاء الاستطاعة، فأنا إذا لما أعمل تعاطف بالمعنى الإيجابي إذا في عندي نوع من البذل الجهد،
لازم يكون مدرك تماما أو واعي تماما لكل شيء بعمله. ونضيف على هذا المفهوم الصدق، كل ما كنت صادق أكثر كل ما كنت أقرب للشخص وأقرب للوصول له دون أن يشعر بهذه الشفقة. نحاول فعلا أنه نحن نوصل مشاعرنا بدون ما نجامل، بدون ما نكون مزيفين، وأكيد رح توصل المشاعر الصادقة والحب والدعم لكل مين بحاجة هي المشاعر. شكرا كتير أستاذ سامر لحضورك معنا لليوم بإنتي أدهى ولمشاركتنا التفاصيل المهمة فيما يخص الصحة النفسية والمراكز اللي بتقدر نحصل عليها الخدمات. طبعا أنا حابة أرجع أكد أنه كل هذه الخدمات تقدم بشكل مجاني للسوريين في تركيا، فيكن تحصلوا عليها، وأرفقنا كل التفاصيل عن المراكز من خلال التعليقات، فيكن توصلوا لها وتستفيدوا من هي الخدمات. كل الشكر لأستاذ سامر لحضورك معنا اليوم بإنتي أدهى. شكرا جزيلا، الله يعطيك ألف عافية. تحية. ختاما كمان كل الأصدقاء والصديقات اللي هن معنا على البث المباشر واللي هن قادرين لأنه يوصلوا لموقع روزانا، فيكن تفوتوا على موقع روزانا وتختبروا اختبار خرافات حول سرطان الثدي، اختبار يكشف لك حقيقته من إعداد الزميل. قدرتوا أنتوا تحصلوا على نقاط بهذا الاختبار، وإن شاء الله جميعا بتبقوا بألف خير. أنا قبل ما أختم حلقتنا لليوم حابة أروح للرسالة الأخيرة اللي هي شاركتنا فيها صديقتنا هبة الشيخ من الدعم اللي عم تقول. حابة أقول للكل إنه الشعر رح يرجع ينمو من أول جديد ويطلع بقوة وجمال أكتر. صعب بس في بنيات خاصة بالأطباء، أشكالها بتجنن، في توربانات، في بيروك، كله ممكن يخفف وطأة هذا النوع أو هذه المعاناة. زوجي وابن حماي رح يحلقوا شعرهم لما أحلق شعري، فرح يكون الموضوع عادي، رح تعدي ورح تمر. سرطان الثدي والغدد اللمفاوية انذاراتهم غير سيئة أبدا، وقابله للشفاء، وبحرب قويه بنطلع وبانتصار عظيم وشخصيات اجمل واطهر وبدون ذنوب ابدا. ان شاء الله دائما بتبقي بالف خير يا هبه، وكل مين عم يخوض هي التجربه اكيد هي صعبه ولكن اكيد رح تنجو وتكونوا بالف خير مع المتابعه واستشاره المختصين بهذا الامر. تبقوا بالف خير ان شاء الله، نشوفكم الاسبوع الجاي حلقة جديدة من إنتي أدهى. إنتي أدهى، لأن التغيير بيبدأ من عندك. لا تخلي الماضي حاصر مستقبلك. مفاتيح نجاحك بإيدك. صار الوقت تكوني حرة، ناجحة، قوية، لأنك انتي أدهى.